ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على الاشياء الساره الخاصه باصحاب برج الحمل في خلال النص الثاني من شهر نوفمبر لعام 2021. برج الحمل اقدر اقول ان احنا عندنا حاله كده قويه ودعم، وبصوا في فعلا اشياء ساره كتير بس في خلال اخر 5 ايام من الشهر. الفتره دي بالنسبه لك هي فتره دعم، فتره قوه، فتره كتير من التميز والايجابيه، خاصه احنا بالنسبه لنا يمكن يكون اول يومين في النص الثاني من الشهر وفترة آخر 5 أيام من الشهر هيكونوا إيجابيين كتير جدا جدا جدا، في خطوات جديدة، في بدايات جديدة، في حياة جديدة. بدايات جديدة، حياة جديدة بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت عندك انتقال من مكان لمكان، يعني في مكان سكن أنت بتنتقل ليه. أو النقطة التانية ليها علاقة بيه إن أنت ممكن يكون بالنسبة لك في بداية جديدة مهنية، مشروع جديد قادر على إن هو ينقلك لمرحلة من الاستقرار، أو مولود جديد بالفعل. وكمان من الناحية العاطفية في مولود أو في بداية خطوبة، بداية زواج، بداية لعلاقة أساسية، وده برضو بيسمى انتقال من حياة لحياة. يمكن يكون أغلبكم بيحلم إن هو مثلا بأنه بيركب مواصلات أو قطار في الفترة دي، لأن معنى الحلم ده بيكون انتقال من مرحلة لمرحلة. فأنت عندك فيه بالفعل انتقال من مرحلة لمرحلة يا برج الحمل، بتبدأ إن أنت تلاقيها المرحلة دي زي ما قلت لك تكاد تكون مهنية ليها علاقة بمشروع أو حاجة ليها علاقة بمولود أو استقرار عاطفي أو بداية عاطفية، بس بداية أساسية، أو انتقال من مكان لمكان أو سفر، يعني استقرار في دولة خارجية. فعندك او بدايه لانطلاق سفر على فكره، يعني ممكن يكون انت سفر بالفعل او بدايه لانتقال سفر. طيب في نقطه تانية برضو من حيث الامور الماليه، انت عندك في مشكله ليها علاقه بالاطار المالي، يعني ممكن يكون عندك متطلبات ماليه او مشكله ليها علاقه مثلا تكون بتعاملات مع بنوك، او ولكن انت في فلوس هتحصل عليها، في ان المشكله دي بتبدا انها تزول، في ان انت بتحصل على ميراث او بتحصل على من الاهل بمبلغ كبير. فاذا انت عندك استقرار مالي من ناحيه فلوس مجمده، يا من مشكله بنكيه بتبدا انها تتحل، او ان يكون في حاجه ليها علاقه بالامور الخاصه بميراث او لا بتبدا ان انت تحصل عليها. طيب برج الحمل برضو بالنسبه لك في حاجه تانية من ضمن الاشياء الساره المتواجده، وهي ان انت عندك حلول قويه بعد ازمات او بعد مشاكل. يعني يمكن يكون ان كان عارف لما تبقى انت احيانا كده ده في خلال الاسبوع الثالث هتلاقي ان انت دماغك مش رايقه للحلول، يعني تبقى عايز ان انت تفكر في حل، مش عارف الاقي الحل، مش عارف اطلع الحل منين. عندك النقطه دي كانت متواجده كتير، الا ان في خلال الاسبوع الرابع بتبدا ان انت تلاقي الحل متواجد قدام عينك يا برج الحمل بشكل قوي جدا جدا. برج الحمل بالنسبه لك كمان انت هيكون عندك في بعض الازمات او بعض الحاجات اللي ليها علاقه، مش هقول لك ان انت مش لاقي ليها حلول، لا، بس كان عندك حاجات انت عارف حلها ايه ومش عايز تعمله. يمكن يكون مشاكل ما بينك وما بين اشخاص بعينهم على فكرة، عندك تقل على المشكلة، عندك صبر، عندك ان انت اللي هو مع ان انت من جواك عايز حل بشكل قوي، بس انت فعليا او واقعيا انت بتتعامل بشكل تقيل قوي قوي. هتلاقي ان الحل ده جالك لحد عندك، هقول لك زي ايه، زي مشكله ما بينك وما بين شخص، بس انت عندك تقول ان انا مش هصالحه ومش هكلمه ومش هعاتبه ومش عندك ده جدا كتير، الا ان هتلاقي ان الشخص ده هو اللي عايز يصلح معاك، ولا جاي يتكلم معاك، ولا هو اللي بيفتح معاك مجال للكلام. فعندك النقطه دي هتكون كتير متواجده. برج الحمل بالنسبه لك برضه هيكون عندك في علاقات عاطفيه جديده، يعني في نوع معين من الحب ونوع معين من الرومانسيه، في علاقات بتاخد اطار رسمي، اطار علاقات قويه. يعني انت بالنسبه لك في حاله من الحب، حاله من الارتباط الفعلي، حاله من الخطوبه، زواج، في قرار، في كمان بالنسبه لك امور عاطفيه كانت غير مستقره بالمره الى انها بتدخل في اطار استقرار، خاصه للناس اللي هم في بدايات العلاقات العاطفيه. يعني لو كان لسه في مرحله اتفاق او لسه في مرحله بدايه، كان في مشاكل او رفض من الاهل او في بعض الخلافات او عدم الاتفاق، ولكن هيكون في تصالح وفي نوع معين من الترابط وتناغم العلاقه بشكل اقوى يا برج الحمل. فده من ضمن الاشياء اللي ساره بشكل قوي جدا جدا، ان هيكون في نوع معين من الارتباط والترابط. طيب بالنسبه كمان لحاجه تانية هتكون متواجده كتير بالنسبه لك، هتكون ايجابيه لان انت بتحب ده كتير،
وان هيكون في اضافه للاصدقاء، بمعنى ان هيكون عندك اصدقائك بيقربوا منك اكتر، علاقات صداقه بتقوى، علاقات صداقه زمان بترجع، وكمان عندك صداقات جديده، في عندك اصدقاء وهيكون بالنسبه لك جو الصداقه ده مميز كتير ليك جدا، هيكون بالنسبه لك حد ممكن يكون من اسرتك او عائلتك بتتخذه كصديق، وهيكون هو خير ليك من اي حد تاني في النصيحه اللي ممكن يقولها لك، فعندك الجو ده جدا. عندك ان انت والصديق ده ممكن تكونوا بتروحوا مشاوير مع بعض، بتتكلموا في امور او حاجه انت متطلب من فيها نصيحه بشكل قوي، متطلب ان انت تعرف راي الاخر بشكل قوي، فعندك ده. برج الحمل برضو بالنسبه لك انت عندك هيكون في تصالحات عائليه وتعاملات عائليه بشكل جيد، او على المستوى العائلي في ترابط، في اتصال، في تواصلات، في زيارات، في عندك الجو ده، وده هيضيف ليك ولنفسيتك بايجابيه قويه جدا 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 جدا. فاذا جو الزيارات، جو الترابط العائلي بيقويك انت او انت شخصيا، فده هيكون بالنسبة لنا متواجد بصورة كبيرة كتير يا برج الحمل. برج الحمل بالنسبة لك كمان عندك ان في اشخاص بيكونوا داعمين كتير ليك، سواء في المستوى المهني او غير، بمعنى ان هيكون عندك عروض مهنية، بس عارف العروض المهنية او الترقية اللي انت ممكن تكون معرض ليها دي هتكون موجودة او جاية ازاي؟ جاية من ان ممكن يكون في صديق يبدأ يقول، او في شخص من الوضع المهني ممكن يكون مش صديق بس تربطك ما بينك وما بينه زمالة عادية جدا، ما في فرق ما بين الزمالة والصداقة، او انا بالنسبة لي بحب بفرق كتير في النقطة دي بصراحة، الا ان هيكون عندك اشخاص يقولوا فلان فلانة كويسين، لا يستاهلوا كذا، لا هم، فتلاقي حد بيوجه الاضواء عليك بصوره كتير قويه، وهتكون كتير مبسوط بالامر ده جدا يا برج الحمل، وهتكون سعيد كتير بالاطار ده، فده هيكون عندك بيقوي عندك فكره ان انت تبقى مع الناس ايه، والناس حابينك في الجو ده، ان انت هتحس انك مدعوم، انك محبوب اكتر. برج الحمل انت عندك ثقه في النفس لان انت عندك اهتمام بالشكل، وعندك اكتر مرأة الحمل خاصه العشريه الثالثه اهتمام بالنفس بصوره كتير قويه، اهتمام بالشكل، بالمظهر، بالستايل، باللبس، بالالوان، بالجو في التعامل بمعنى اساسي، يعني انا بتعامل بطريقه عامله ازاي، فعندك فكر جديد في التعامل او تغيير في التعامل، هتحس ان انت، بصوا مش هقول لكم لان في ناس كتير بتزعل لما اقول عندنا حاله من النضج اكتر، بس احيانا كتير كل ما البني ادم بيكبر اكتر بنحس ان احنا بننضج اكتر، مش معناها ان احنا كانت دماغنا ضربه ولا حاجه، لا ده معناها ان احنا بنكبر، بنعقل، كل ما بنكبر بنعقل سنه زايده، فانت هتحس بده اكتر يا برج الحمل، فتحس ان انت بتتعامل مع الناس بعقليه متزنه اكتر، وده من ضمن الاشياء الساره لان هيكون ليه سبب او توابع ايجابيه، يعني مش امور يعني معالجه امور سلبيه، خاصه بالنسبه لنا نبدا نحس بمعالجه الامور دي في خلال او من امتى، من يوم 25 هتبدا الاضواء كلها تتسلط عليك، هتبدا حاله من الدعم، هتحس بقيمه نفسك جدا، هتحس بالثقه في النفس كتير، هتحس ان انت شكلك حلو، ستايلك حلو، ايجابي اكتر، الناس حباك اكتر، محبوب اكتر، دبلوماسي اكتر، اجتماعي اكتر، عارف تتكلم ازاي، عارف تتعامل ازاي، روحانياتك عاليه كتير لان انت بالنسبه لك الشمس هتكون موجوده بيتك التاسع، فهتحس ان انت بتحس بالحاجه قبل ما بتحصل، بتحلم بالحاجه قبل ما بتحصل، بتعيش الواقع قوي، بتبقى عارف ان انا رايح المشوار، لا هيكمل، لا مش هيكمل، عندك ده كتير، فروحانياتك هتكون مهمه جدا جدا، حاول ان انت تستدل بروحانياتك على الحاجات الخاصه بالمشوار، بالمستقبل الخاص بيك، عشان تقدر ان انت يعني على الاقل تنظم وقتك صح، او ان انت تعرف دنيتك بشكل اساسي وتعرف تظبط اوراقك ودنيتك. برج الحمل بالنسبة لحاجة تانية انت بالفعل زي ما جبتها لك كده في صورة سريعة هي العروض المهنية، انت بالفعل عندك عروض مهنية، العروض المهنية دي هتكون بتقويك كتير وبتعلم ان انت يا برج الحمل ممكن يكون عندك في منصب انت بتحتله، فانت عندك بيعلي من شأنك، بيعلي من مركزك، بيعلي من قيمتك، ممكن تكون بتمسك ادارة او مدير او بتعلى بمركزك بشيء متقدم، او عرض مهني مع شخصيات مهمة او مكانة مهمة او شركة مهمة او جهة مهمة، فعندك دي جدا متواجدة يا برج الحمل، في اشياء سارة كتير متواجدة بالنسبة لك، خاصة ان الشمس زي ما قلت لكم هيكون موقعها برج القوس، وكمان كوكب عطارد هيكون موقعه برج القوس، لما نقول ان الشمس من يوم 23، كوكب عطارد من يوم 24، من يوم 25 بتبدأ التأثيرات كلها الايجابية مجمعة تكون ليك، طبعا بالنسبة لك كمان ان كوكب الزهرة متواجد في
في برج الجدي وده بيتك العاشر، يعني تقوية في العلاقات. على فكرة برغم ان ممكن يكون في انتقادية ما بينك وما بين الشريك، الا ان في الانتقادية دي انت عارف ازاي تتعامل معاها، مش الانتقادية اللي تخليك ان انت تصور وتغضب، لا انتقادية تعرف تتعامل معاها. فبالنسبة لك لا، في اشياء سارة كتير اقدر ان انا اقول عليها، لكن طبعا في نصايح، واتكلمنا على في فيديوهات النصايح، يعني النصايح دي لازم ترجع ليها كل فترة لانها فعلا مهمة كتير، اللي هو حاجات ليها علاقة بالغدر او ليها علاقة بان انت ما تأمنش برضو لاي حد. لا اتكلمنا على النقطة دي بصورة كتير قوية في فيديوهات النصايح. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.